مزيان بخير، نتمنى تكونوا على خير وبخير. دابا انا كنت واجد في واحد المدينه سميتها مدينه فاطمه، اللي فيها واحد البلاصه هنايا اللي فيها اكبر مزار المسيحيه، اكبر مزار. مهم بالنسبه كيفاش تسمات فاطمه، انا من بعد غادي نشرح لكم. انا اللي ترني انتباه هو الاسم ديال المدينه، اسمها اسم عربي يعني فاطمه. نشرح لكم القصه والتاريخ ديالها ومن بعد نرجعوا. رحمة الله تعالى وبركاته، معكم غزلة من قناة غزلة شمال. هاد النهار جيتكم بنوفل فيديو. الفيديو ديالي ديال هاد النهار كما غتشوفوا من بعد، يعني هاد الكلام اللي غادي نهضر على واحد المدينة اسمها مدينة فاطمة اللي كاينة في البرتغال، واللي ترني الانتباه بأن هاد المدينة اسمها عربي، اسمها عربي في أكبر مزار للمسيحية في البرتغال. على داك الشيء يعني ميترني انتباه ديال هذا الاسم بان هذه المدينه سميتها فاطمه. دخلت كنقلب في الانترنت كما كتعرفي، يعني بحثت في الانترنت يعني سبب التسميه ديال هذه المدينه باسم فاطمه، بحكم ان فاطمه اسم عربي مسلم. فاش قلبت على الاسم لقيت جوج روايات، يعني جوج روايات كيحكيو على هذا الاسم، هذا على كيفاش تسمات هذه المدينه باسم فاطمه. الروايه الاولى كتقول بان هذا الاسم هذا يعني فاش كانوا المسلمين موجودين في شبه الجزيره، شبه الجزيره الايبيريا اللي هي حاليا البرتغال واسبانيا، يعني ملي كانوا في الاندلس، سموا هذه المدينه هذه على اسم بنت الرسول عليه الصلاه والسلام فاطمه، السيده فاطمه الزهراء. سموا هذه المدينه على الاسم ديالها، يعني تكريما لها سموا هذه المدينه باسم ديال فاطمه الزهراء، وبقات مع المدة اسمها فاطمة. من بعد كاين الرواية الثانية كتحكي على أن هناك أميرة عربية كانت في الأندلس، كانت في إسبانيا في غرناطة، وأثناء شن الجيش المسيحي يعني باش يخرجوا المسلمين من الأندلس، يعني كانت هي من بين يعني واحد ديك الجيش المسيحي، كان أمير برتغالي في بلدة تدعى أوريم جو بونس أوريم، كان هو أمير يعني ملك على هذيك البلدة. خدا هاد فاطمة، خدا هاد السيدة يعني العربية كان اسمها فاطمة، خدا كأسيرة عنده وداها، يعني بحكم أنها كانت زوينة، كانت جميلة فائقة الجمال، كانت الثقافة ديالها واسعة، كانت سيدة مثقفة قارية، يعني بزاف ديال الأمور تعجب بها مهم، ويعني وتكريما لها بقوت بان قالك كانت كتعامل مع الناس بزاف وداكشي، سموا واحد القريه بالاسم ديالها، يعني تكريما لديك السيده هذيك، يعني هو تزوج بها من بعد وسموا ديك القريه بالاسم ديالها. هادو جوج ديال الروايات اللي كيعاودوا، يعني انا اللي لقيت في الانترنت اللي كيعاودوا قصه فاطمه علاش تسمات هاد البلده. يعني هاد البلده تسمات، يعني هما كيقولوا يعني ملي كان ديك خدا ديك الاميره من غرناطه في 1492. اوكي، من بعد هي رجعت هذه البلده، هذه اكبر مزار للمسيحيه. كيفاش بعد هذه القريه يعني سميتها فاطمه اصبحت اكبر مزار للمسيحيه في البرتغال؟ شنو السبب؟ علاش؟ هما انهم ثلاثه ديال الاطفال كانوا رعاه، يعني كيرعاو الغنم في واحد التله، واحد سميتها لوسيا، فرانسيسكو وجاسينتا. هادو ثلاثه سيدي خرجوا، قال لك سيدي هما كانوا كيرعاو وفوق واحد التله وفوق واحد الشجره خرجت لهم واحد السيده، يعني صافع النور ديالها جايه من السماء، وبانها قالت لهم هي مريم العذراء، بانها هي السيده العذراء، وباش بلغهم شي رساله، بان الرساله مهم، بان الناس بداو كيتبعدوا على العباده بزاف. هادشي وقع سيدي في 1917. في 1919 ماتو جوج، بقات وحده هي لوسيا. المهم خاصك، المهم هي قصه طويله، يعني كنصحكم بانكم تقلبوا في الانترنت تلقاو هاد القصه يعني كامله شنو هي. ومن بعد بناو تمايا اكبر كنيسه، سموها كنيسه السيده فاطمه. هنا هي نورمالمون هي السيده العذراء اللي كيقولوا بانت لهم، وكاين روايه اخرى كيقولوا السيده اللي بانت لهم قالت لهم انا اسمي فاطمه، مع ان الروايه ديال هاد القضيه اللي ان بانت لهم سيده وقالت لهم انا اسمي فاطمه، الاغلبيه ديال الناس في البرتغال ما كيصدقوهاش، لان كيقولوا ان الاسم ديال الفيلاج كان من قبل سميتو فاطمه قبل ما تبان لهم هما هاد السيده سميتها فاطمه.
يعني كاين اللي كيقول بان بنتهم السيده، يعني بزاف انا قلبت في الانترنت لقيت بزاف ديال لي فيرسيون ان السيده هي السيده فاطمه الزهراء بنت لهم، قالت لهم ان السيده فاطمه هي بحكم ان ديك البلاصه كيعيطوا لها، يعني كيعيطوا لها السيده فاطمه، يعني في الكنيسه كيقولوا كنيسه السيده فاطمه ماشي كنيسه السيده مريم العذراء، ما فهمتش. والقصه الاخرى يعني كيقولوا بان السيده قالت لهم ان السيده العذراء يعني هي مريم العذراء هي اللي بنت لهم، وكل روايه وكتختلف. المهم هو ان الفيلاج كان سميتو قبل هاد ما تبان لهم هاد السيده هادي، هما في الروايه ديالهم هاد الاطفال الثلاثه، يعني كان الفيلاج سميتو من قبل كان سميتو فاطمه، يعني الفيلاج كامل قبل ما يكون هاد اكبر مزار للمسيحيه كان سميتو فاطمه. بعد كما قلت لكم رجع نعاود الهضره، كنعاود الهضره بزاف، مي رجعت هاد قالت لهم ان السيده العذراء بنت لهم، قالت لهم ان السيده العذراء جيت يعني هاد ثلاثه ديال الاطفال، جوج منهم ماتوا في 1919، بقات بقات طفله وحده هي لوسيا اللي كبرت من بعد ورجعت حتى هي اخت في الدير وكل شيء. المهم هاد القصه كلها غتلقاو يعني القصه كامله غتلقاو قلبتو في الانترنت غتلقاو كل شيء. هادشي علاش انا هاد الفيديو هادو مشيت زرت هاد البلاصه صورت، يعني بحكم نشوف شنو كاين، صورت البلاصه دخلت الكنيسه صورت كل شيء. المهم كما غتشوفوا في الفيديو نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، واللي عنده شي سؤال ولا شي تساؤل يخلي لي لتحت، والقصه كلها تلقاوها موجوده في الانترنت، تقلبوا ديروا السيده فاطمه في البرتغال تلقاو القصه كامله شنو كاين شنو كيعاودوا في هذه القصه. وزيدكم حاجه واحده اخرى هو ان كانت واحد الظاهره ديال الشمس وقعت تما هي، واحد الظاهره ديال الشمس اللي حيرت العلماء في هذه البلده هذه، حيرت العلماء يعني ما لقاولهاش واحد التفسير حتى هذه الظاهره الشمس، ممكن حتى يتقلبوا عليها وتلقاوها يعني باش نشرحوا اكثر، لانني انا ما نقدرش يعني خصني نكتب داك الشيء باش نقول لكم كل شيء. المهم انا غير جبت لكم يعني واحد مقتطف شنو اصل التسميه ديال هذا الفيلاج باسم فاطمه، لانه هو جاني يعني انا جاتني واحد كما كيقولوا حب استطلاع، حب استطلاع نعرف علاش هذا الاسم عربي في اكبر مزار للمسيحيه، من جا هذا الاسم العربي ديال فاطمه باش تسمى هذه البلده فاطمه في البرتغال. هذا الشيء اللي كاين، ونتمنى يعجبكم الفيديو ديالي ونخليكم مع الفيديو، وشكرا لكم على المتابعه.
هذه البلاصه اللي صورت لكم، الناس كيمشيو على الكبيهم حتى للرافينه، حتى فين ما لا شابيل لابا ما عرف كنيسه ولا شنو هي الرافينه، كيمشيو تما على الكبيهم. عرفيني كيرميو الشمع بدا بديك العافيه، كيرميو الشمع ما يمكنش يديرو شي طقس ولا شنو، ما يمكنش يدو الشمع يرميو فيك العافيه. هي اللي شافوا هذيك الدراري بانت لهم السيده فاطمه، يعني هنا كيسميوها سنيوره فاطمه، والقصص تتضارب واش السيده فاطمه ولا مريم الخضراء. مريم لما ديك الشجره اللي مهم بانت لهم فيها كما قلت لكم السيده فاطمه. المهم انا نشرح لكم القصه مزيان، لان القصه فيها جوج دو فيرسيون. كاينه ماري يعني مريم العذراء، وكاينه سنيوره فاطمه، يعني جوج قصص كل واحد مهم. انا بعد انا نشرح لكم يعني، ولا نكون في هذا الفيديو في هذه اللقطه هذه نكون شرحت لكم شنو كاين، ما عرفتش لان هذه اللقطه صورتها يعني من بعد ما عرفتش كي غنركب الفيديو ندير له التركيب. المهم نكون شرحت لكم شنو، لان راه كاينين دو فيرسيون ديال هذه القصه. المهم هذيك هي الشجره، هذيك هي الشجره اللي موراي، راني المهم وريتها لكم. ظاهرة ديال الشمس، واحد الظاهرة يعني حتى العلماء ما لقاولهاش واحد التفسير يعني منطقي ديال ديك الظاهرة ديال الشمس. مهم انا ما عرفتش، غادي نشرح لكم هاد الظاهرة وممكن لكم تقلبوا في الانترنت وغتلقاو الشرح ديالها كامل. المهم في شي لقطة راني غنكون شارحة لكم، ما عرفتش واش غنديرها في الاول ولا في الاخر، يعني انا دابا كنصور. المهم غنكون شارحة شنو كاين، انتم غتشوفوا الشجره اللي قبيله هضرت معكم عليها، راه اللور هي مورايا الشجره. هذيك الشجره كما قلت لكم هي اللي ديك الثلاثه ديال الدراري كانوا كيرعاو الغنم، وبنت لهم واحد المراه هنا كيسميوها السيده فاطمه، مع ان الفيلاج سميتو فاطمه. المهم كيسميوها السيده فاطمه. ملي كتقلب في الانترنت كتلقاي دو فيرسيون، يعني كاين اللي كيقول مريم العذراء، وكاين اللي كيقول يعني السيده فاطمه اللي هي ابنه الرسول عليه الصلاه والسلام. مهم انا غادي نشرح لكم كما قلت لكم الموضوع
غتلقاوها في الاول ديال الفيديو، ولا من بعد ما عرفاش البلاصه اللي غادي نحط فيها هذيك الموضوع كامل. الاسم ديال كيعيطوا لا سينيورا فاطمه، والسميه ديال الفيلاج اسم عربي، اسم يعني اسم عربي. وترني انتباه ديال هذا الاسم هذا، قلت علاش لا ما نجيش نزور هذه البلاصه ونقلب في الانترنت شنو السبب ديال تسميه هذا الفيلاج باسم عربي يعني اسم فاطمه، وشنو السبب يعني هاد السيده هذه كيعيطوا لا سينيورا فاطمه. يعني هذا هو الهدف ديالي اللي كان خلاني نجي لهاد البلاصه نشوفها، اللي كتعد هاد الساحه وهاد البلاصه هذه اكبر يعني مزار في اوروبا، يعني في البرتغال يعني معروفه بزاف هاد فاطمه. الناس اللي سولتيهم كيعرفوا هاد البلاصه، كيعرفوا شخصيه مهم معروف هاد المكان، وهو كبير بزاف يعني حيت الساحه كبيره بزاف. انا نوريكم الساحه مورايا، هي الساحه مورايا.